مرحبا، إذا كانت نتيجة اختبار الكوفيد 19 إيجابية وكنت تبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر، أو لديك حالة طبية عالية الخطورة وتعاني من أعراض مرض الكوفيد بدرجة خفيفة إلى متوسطة، فيرجى الاتصال بطبيبك في أقرب وقت ممكن للاستفسار عن العلاجات الطبية المتاحة لك الآن. يمكن أن تقلل هذه العلاجات من الإصابة بالمرض الشديد ومن الذهاب إلى المستشفى. يرجى تذكر ارتداء قناع عندما تكون في أي مكان مغلق، واغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، والبقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض. شكرا لك.